يلا شاورما دجاج مدخنة. صدقوني إنها أطيب من شاورما المطاعم بمئة مرة. بنبلش بصدر دجاج وبنقسمه من النص زي هيك وبندقه لحد ما يصير مسطح. بنتبل الدجاج بتوم، بهارات الشاورما اللي خلطتها مذكورة، ليمون، خل، لبن، ملح وزيت زيتون، وبننقعهم بالتلاجة على القليلة 3 ساعات أو طول الليل. بمقلاية حامية بنشويهم على الجهتين، بنحطهم فوق بعض زي سيخ الشاورما وبنقطعهم لشرايح كتير نحيفة. أنا بحب أستخدم خبز شراك. بنزيد صوص التوم، شاورما، بطاطا مقلية ومخلل، وبنلف الساندويتش وبنحمصها بمقلاية حامية مع شوية زيت. بندخنها باستخدام فحمة وزيت، بنغطي المقلاية لمدة دقيقتين. صحتين.